ماذا حدث للأمير مصطفى في خيمة والده يوم الانقضاض عليه وإعدامه؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا الفيديو من قناتنا التاريخية منارة الثقافة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. تفاصيل ما حدث في خيمة السلطان عندما قتل الأمير مصطفى، هذا ما سنعرضه عليكم في هذا الفيديو، وهي وقائع وجدتها في كتاب سليمان القانوني سلطان البردين والبحرين للدكتور أفريدون أنجان، حيث ذكر هذا المؤرخ روايتين لما حصل داخل خيمة السلطان. الرواية الأولى هي التي قدمت في المسلسل على أن الأمير دخل خيمة والده وهو واثق بنفسه لأقصى درجة، إذ لم يكن على علم بما سيحدث له، وما إن دخل الخيمة حتى وجد أمامه الجلادين الذين كانوا يطلق عليهم لقب الأخرس، فلما رآهم تعجب كثيرا وبدأ في الصياح على والده، وهاجمه بعض هؤلاء الجلادين فنشبت معركة بينهم، وأمسك محمود آغا أحد أغاوات القصر الذي أصبح يعرف بزان محمود بذراع الأمير مصطفى، وتمكن من خنقه بسرعة فائقة. لم يستطع الأمير المسكين المقاومة ولقي مصرعه على الفور. وبعد إعدام الأمير مصطفى عدم رجلين آخران من رجاله كان ينتظرانه خارج الخيمة بقطع رأسيهما، ثم بعد ذلك توجه المختصون إلى خيمة الأمير وحددوا ما بداخلها، ونقل جثمان الأمير إلى منطقة إيرلي وصلي عليه صلاة الجنازة. بعدها نقل إلى ولاية بورصة لدفنه في جامع مرادية. أما الرواية الثانية فتقول أنه إثر نجاح رستم باشا والسلطان خورم في إقناع السلطان بخيانة ابنه عزم السلطان على قتله. تحرك الأمير مصطفى من منطقة إيرلي في ولاية قونيا ووصل إلى معسكر والده، وأمر بنصب خيمته إلى جانب خيمة والده، وفي اليوم التالي جاءه الوزراء وكبراء الدولة وقبلوا يديه كما كان متبعا وقتها، ومنحهم الأمير الهدايا والقفاطين الثمينة. ثم امتطى الأمير مصطفى جواده وسار به حتى وصل خيمة والده. نزل عن جواده أمام خيمة الديوان الوزاري وصافحه الوزراء في المقدمة ورافقوه حتى خيمة السلطان، وبدأ جنود الإنكشارية في التسليم عليه بصوت عالي. تشير بعض المنمنمات التاريخية إلى أن الأمير مصطفى كان قد أطلق لحيته عندما جاء لمقابلة والده السلطان، وفي الواقع فإن إعفاء اللحية بالنسبة لأمراء الدولة العثمانية كانت عادة تقتضي إقامة مراسم خاصة عقب صعود الأمير إلى عرش السلطنة. ولقد أدهش الأمير مصطفى الجميع بمظهره وملابسه تلك، وازدادت الشبهات التي كانت تحوم حوله. دخل الأمير مصطفى الغرفة الرابعة من خيمة السلطان، وجد والده يجلس ممسكا قوسا وسهما في كلتا يديه، فانحنى مصطفى احتراما وتبجيلا لأبيه، فصاح السلطان في وجهه قائلا: أيها الكلب الوقح، بأي وجه وأي جرأة تسلم علي حتى الآن؟ ثم أدار رأسه إلى الخلف، وكانت هذه الحركة إشارة للرجال الذين كلفهم باختيال ابنه الأمير، فلف قائد الحراس يديه على عنق الأمير على الفور وحذره بقوله: إياك أن تتحرك فأنا أنفذ أوامر السلطان. ثم وثب ثلاثة من الجلادين الخرس ولفوا حول رقبته حبل القوس لخنقه، لكن هذا الخيط ما لبث أن انقطع، واستطاع مصطفى النجاة بنفسه من أيديهم. صارع معهم وترحى بعضهم على الأرض، حاول الفرار هاربا إلا أنه تعثر في ذيل ملابسه وهوى ساقطا على الأرض، وحينها أمسكه قائد الحراس من قدميه وبادر بقية الرجال إلى خنقه مستخدمين حبال الأقواس، لكنهم لم يستطيعوا خنقه هذه المرة أيضا، ذلك لأن الأمير مصطفى نجح في وضع يديه بين عنقه وحبالهم فحالت دون اختناقه. فقال لهم السلطان سليمان: اخلعوا عنه عمامته وإلا لن تستطيعوا قتله. والسبب في ذلك أن العثمانيين معتادون على ارتداء قبعة مكتوب عليها بعض الكلمات أسفل العمامة، إذ يعتقدون أن هذه الكتابات تحميهم من الشرور. فالتقط قائد الحراس هذه القبعة ثم لفوا حبلا ثالثا حول عنق الأمير مصطفى الذي حاول النجاة بنفسه عن طريق فتح فمه على آخره وإنزال ذقنه حتى صدره، إلا أن الحراس رفعوا رأسه بالقوة واستطاعوا قتله بعدما كان يمثل الأمل بالنسبة للعديد داخل البلاط العثماني، كما كان يعتبر الأمير الأشجع في السلالة الحاكمة. ربما كانت هذه الرواية مبالغا فيها نوعا ما، لكنها الرواية التي تناقلها الجيش الإنكشاري حينها ونقلها سفير البندقية في رسائله. وقد تناول سفير البندقية تريفيزانو الذي كانت تجمعه علاقة وطيدة بالصدر الأعظم رستم باشا ما حكاه له هذا الأخير حول هذه الواقعة،
فقد قال له رستم باشا أنه كان متواجدا داخل غرفة في خيمة السلطان أثناء قتل الأمير، مضيفا أنه توصل بنفسه إلى قناعات جازمة تشير إلى أن الأمير مصطفى أقدم على تنفيذ بعض الأعمال والمحاولات المشبوهة كي يعتلي عرش السلطنة محل أبيه. وأوضح الصدر الأعظم أنه نقل هذه الوقائع إلى السلطان سليمان بعدما تيقن منها تماما. كما كتب سفير البندقية أن واقعة أعدام الأمير مصطفى أحدثت حالة من الحزن العميق لدى الجميع سواء أن الأتراك المسلمون أو الأوروبيون النصارى، موضحا أنه انتشرت مخاوف بين الناس من اندلاع ثورة كبيرة في أعقاب إذاعة خبر مقتل الأمير. وذكر أن الكره والبغض ضد رستم باشا ازداد بعد هذه الواقعة. كما روى السفير أن الأمير مصطفى تلقى تحذيرات من والدته وبعض أصدقائه بهذا الشأن، إلا أنه لم يرد تصديقهم لثقته في أن والده السلطان لن يقدم على القيام بهذه الحركة، لكنه في الوقت نفسه ذهب طواعية إلى خيمة أبيه. جدير بالذكر أنه قبل مقتل الأمير مرض السلطان سليمان لوقت طويل ولم تعد له تلك القوة التي بدأ بها حملاته، ولذلك انتشرت شائعات بين العامة والجيش والشعب بأنه على الأمير مصطفى أن يستلم العرش وأن يفعل مثل جده السلطان سليم مع والده السلطان بيزيد الثاني. وكان الأمير مصطفى يتلقى دائما رسائل تحريضية للانقلاب على والده لكنه يأبى، فيما كان السلطان يتلقى أيضا رسائل تحذيرية ضد ابنه الأمير مصطفى من طرف رستم باشا. وقد تضمنت إحدى رسائل الصدر الأعظم التي أوردها شمس آغا بعض المعلومات حول التحريضات التي كان يتلقاها الأمير مصطفى، منها رسالة قدمها رستم إلى السلطان فيها تحريض للأمير على الانقلاب على والده. جاء في الرسالة: لقد شاب والدك المجاهد وصار عاجزا عن الخروج إلى الغزوات، ولقد أسند مهمة غزو إيران هذه المرة إلى الصدر الأعظم، فلا بد أن السلطان كان يريد تنصيبك على رأس هذه الغزوة، إلا أن رستم باشا حال دون تنفيذ هذا الأمر، فإذا ذهبت واعترضت طريق الجيش فإن أغلب الجنود سيختارونك ويفضلونك على رستم باشا، وليبقى السلطان الأعظم في قصوره يتعبد بقية عمره، وتقوم أنت إدارة شؤون الدولة وتسيير أمورها ليستتب الأمر ويتحقق الاستقرار. فلما قرأ السلطان سليمان هذه الرسالة لم يرغب في تصديق محتواها، وحذر الصدر الأعظم بقوله: حاشا أن يكون ابن الأمير مصطفى قد تجرأ على وقاحة كهذه، وأنا لم أره يرتكب فعلا كهذا طول حياتي. فهناك بعض المفسدين الذين يفترون الكذب على الأمير مصطفى بإشاعة أنباء أنه يرغب في انتزاع السلطة مني، وإياكم أن تتحدثوا عن هذه الأكاذيب مرة أخرى وأن تشيعوها بين الخلائق. هكذا لم يعدم رستم باشا طريقة لإدخال الشك في نفس السلطان على ابنه، إلى أن توصل أخيرا مع السلطان خرم إلى تزوير ختم الأمير وتوريته في تهمة التآمر مع شاه الفرس، حيث وصلت رسالة حقا إلى الشاه لا تزال موجودة إلى الآن باسم الأمير يطلب فيها التعاون لإسقاط أبيه السلطان، لكن الكثيرين أكدوا أن الختم كان مزور وأن الشهود كانوا شهود زور وأن الأمير قد قتل ظلما. قال سفير البندقية أن الجميع توقع بشكل مثير للغاية نشوب حالة من الصراع والنزاع بين أبناء السلطان سليمان في حال وفاته بعدما تقدم به العمر. ويروى أن الأمير مصطفى كان محبوبا للغاية من قبل طبقة الجنود الانكشارية والشعب، ولذلك كان يتمتع بامتياز كبير للارتقاء إلى عرش السلطنة خلفا لأبيه. والسبب في ذلك أنه لم يكن أحد يفكر على الإطلاق أن يعتري العرش أحد غيره، وبالرغم من ذلك كان الأميران سليم وبيزيد يمتلكان أوراقا رابحة لكسب هذا السباق أيضا. فالأمير سليم يتمتع بوضع يمكنه من السيطرة على إسطنبول بسهولة بدعم من والدته خورم والصدر الأعظم رستم باشا، كما أنه بإمكاننا التوقع بإقدام أخيه بيزيد على بعض المحاولات في هذا الصدد، إلا أنه على ما يبدو كان كل شيء مخططا وجاهزا ومعدا للتنفيذ لمساندة سليم للصعود إلى العرش. والآن وبعد مقتل الأمير مصطفى بدأت هذه الأوضاع تبدو بشكل أكثر وضوحا، ولهذا السبب كان السلطان سليمان يأمل في أن يتواجد ابنه الأمير سليم بجواره ويشارك في الحروب معه وأن ينجح في كسب ود الانكشارية وسائر فرق الجيش. كان السبيل إلى ذلك النجاحات التي قد يحققها في الغزوات، إلا أن الانكشارية والشعب لم يكونوا يحبون الأمير سليم
وكانوا يقللون من قدره لفشله في تنفيذ أي عمل بطولي، وكانوا دائما يلقبونه بالسلطان الساذج. كان القدر بأن يصبح هذا السلطان الساذج سلطان الدولة العثمانية بعد أبيه، يكون عهده آخر الذروة وبداية السقوط. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة عن التاريخ العثماني.